إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب المدينة الخضراء شوارع المدينة خاوية تزامنا مع هذه القمة الكروية، قمة كأس العرب. كلشي كيتفرج في هذا الماتش كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة شوف تي في، شوارع المدينة خاوية وما فيها حتى واحد. مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب المدينة الخضراء، مدينة سيمانفا، شوارع المدينة خاوية تزامنا مع هذا القمة الكروية التي تجمع ما بين الرجاء والوحدة الإماراتي. الصورة أمامكم من قلب شوارع المدينة، هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. كيف ما ذكرت شوارع المدينة خاوية وما فيها حتى واحد مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما ذكرت من قلب شوارع المدينة. الصورة أمامكم شوارع المدينة خاوية وما فيها حتى شيء. الكرام مشاهدي القناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم على هذا النقل المباشر. كيف ما ذكرت من قلب المدينة شوارع المدينة خاوية تزامنا مع المباراة، مباراة الرجاء عن دوري أبطال العرب. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب بن سيمان. شوارع المدينة خاوية ما فيها حتى شي واحد، تزامنا مع هذا الماتش ديال كأس العرب. أغلبية الناس بعد ما سال الماتش ديال المنتخب المغربي لبؤات الأطلس مشاو كيتفرجوا في الراجا للعبة هذا الماتش حاسم من أجل صدارة الترتيب. الصورة أمامكم، فهذه الأجواء العامة مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة شوف تي في، كيف ما ذكرت من قلب بن سليمان. فشوارع المدينة خاوية ما فيها حتى شي واحد، تزامنا مع لقاء الرجاء الرياضي الحاسم بدوري أبطال العرب مشاهدينا الكرام. هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما ذكرت من قلب بن سليمان. شوارع المدينة خاوية ما فيها حتى شي واحد مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هكذا هي الأجواء من قلب مدينة بن سليمان. شوارع المدينة خاوية ما فيها حتى شي واحد مشاهدينا
الفرق الكرام تزامنا مع لقاء الرجاء الرياضي دوري ابطال العرب. دمتم في رعايه الله مشاهدينا شعب قناه شوف تي في. الى اللقاء، نلتقي في بث مباشر اخر ان شاء الله.